بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخرج الإمام الترمذي في سننه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو مخ العبادة، أو الدعاء مخ العبادة. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يرشد هذا الحديث إلى أن الدعاء هو عبادة حقا، بل أن الدعاء هو العبادة، والدعاء هو الرغبة فيما عند الله عز وجل. وقد رغبنا الحق سبحانه وتعالى إلى ذلك، وحثنا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فجاءت الآيات الكثيرة والنصوص النبوية العديدة في ترغيب العبد إلى الدعاء. يقول الحق سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. وقال أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. وقال أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. ضمن الحق سبحانه وتعالى معيته للعبد الداعية، وهو مقصد كل إنسان مؤمن. إذن فالدعاء هو العبادة. لما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو أن الدعاء هو العبادة، فهو يرشد إلى صفة الدعاء لا إلى مطلوب الدعاء في ذاته، لأن صفة الدعاء أن تكون واقفاً بين يدي الحق سبحانه وتعالى متذللا متضرعا مضطربا الى الاجابه. ولا يكون العبد في عباده من العبادات متيقنا بمقام العبوديه كوقوفه في الدعاء، في مقام الدعاء، وهو مقصد الحق من الخلق. كما قال الحق سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان الدعاء هو ذلك المقام الذي يتحقق فيه العبد بحقيقة العبودية ومقامها، كان الدعاء هو العبادة. أما إجابة الدعاء أو مطلبك في ذلك الدعاء، فإن الله عز وجل أعلم بحاجتك منك. فإن الله عز وجل أعلم بحاجتك منك. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ولقيه سيدنا جبريل فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما منك فلا. فقال: سل ربك. فقال: سؤاله عني
يعلم بالحال، يعني أعلم بحال منه. فالإنسان حينما يدعو الله عز وجل لا بد له أن يتيقن في أنه بين يدي الله عز وجل، فهو قريب من الحق سبحانه وتعالى. فقد ضمن له الإجابة حينما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وللدعاء آداب عدة، ذكر الإمام عطاء الله السكندري في حكم بعض منها فقال: لا يكن تأخر أمل العطاء مع الإلحاح موجبا ليسر. فقد ضمن لك الإجابة يعني في دعائك، ولكن في الوقت فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. علمنا قدس الله سره في عطاء الله السكندري في هذه الحكمة الجليلة أدب من آداب الدعاء، وأنك تدعو الله عز وجل وهو يؤكد ما ذكرناه من أن المقصد من الدعاء هو الوقوف بين يدي الله عز وجل والتبذل إليه والتيقن بمقام العبودية. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا أن يكون شأنك فقط استجابة الدعاء، فقد ضمنها لك. ولكي يعلمنا تمام العبودية قال: فيما يختاره لك لا فيما يختاره لنفسك، لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. ونحن في موسم وفي شعيرة من شعائر الإسلام، شهر الصيام والقيام، شهر رمضان الكريم، لا بد للإنسان المؤمن المسلم أن يتحقق بمقام العبودية في الدعاء وفي الصيام وفي قيامه لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا